السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها حول اتجاه البيتكوين ولا يوجد هناك إجابة صريحة، ربما لأن الكثير من يخاف في هذا الوقت أنه يتحدث على أن هناك صعود قادم وعودة مرة أخرى إلى البيتكوين، وبعدها يكون هناك نزول في هذه العملة، في عملة البيتكوين طبعا. لهذا أحببت أن أقوم بطرح لكم هذا الفيديو وهذه الحلقة، ليس فقط من تحليلي أنا الشخصي، بل من بعض المحللين الذين أنا شخصيا أتابعهم وأنا معجب بتحاليلهم، وغالبا ما تكون تحاليلهم يعني جيدة. لكن قبل ذلك قمت بتحليل أنا شخصيا لاتجاه السوق بعد الرجوع إلى الأخبار، بعد مشاهدة تحركات البيتكوين. ستشاهد على أن في الوقت الحالي سيكون هناك انخفاض في السعر، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو. لكن قبل ذلك أريد فقط أن أنبه للناس التي ربما في أي نزول تقول على أن الكريبتو خلاص انتهى، على أن الكريبتو لا يوجد به، لم يعد مصدر للربح، ويذهب للبحث عن مجال آخر. فالناس المبتدئة يجب أن تعرف على أنه في السابق كان هناك نزول أكثر من الذي رأيناه في عملة البيتكوين. ولو شاهدنا وسوف نشاهد في هذه الحلقة يعني الأسعار السابقة والأسعار التاريخية لعملة البيتكوين، وكذلك سنشاهد التقلبات التي حصلت من أين كان وإلى أين عاد، وبعد ذلك إلى أين وصل. هذا شيء يجب أن تتعلم من خلاله، ويجب أن تكون لديك يعني قناعة، بحيث أنه تكون وسط تتجه يعني بنفس الأفكار اللي تقول على أن وسط الأزمات تخلق الثروات. يعني هذه بالطبع موجودة، وسبق أن حصلت أكثر من مرة في عملة البيتكوين وفي كذلك في السوق على العموم. حتى بالنسبة للعملات الأخرى، يعني لو تحدثت عن عملة جازمي، جيمتي، الجيستي، كذلك على العديد من العملات الأخرى، فهي مرتبطة بالسوق بشكل كامل، مرتبطة بالبيتكوين. لو تحرك البيتكوين في الأعلى ستشاهد على أن تلك العملات هي الأخرى تتجه إلى الأعلى، يعني أن السوق كله مرتبط بالبيتكوين. يعني تقريبا 97% من العملات الرقمية لديها ارتباط قوي مع البيتكوين. لو كان تحرك إيجابي ستشاهد جميع العملات الأخرى تتحرك بشكل إيجابي. على العموم الفكرة هنا ألا تجعل شخص ما يؤثر، وألا يؤثر عليك السوق هو أيضا، لا يؤثر عليك السوق بتحركاته السلبية. يجب أن تعرف كيف تتعامل في هذا الوقت. الناس تقول على أن الكريبتو يعني انتهى، على أن البيتكوين يعني في طريقه للانتهاء، وستجد حتى هناك صفحات إخبارية كبيرة تقول لك نفس الشيء، تقول لك على أن البيتكوين، وتقول لك على أن العملات الرقمية بدأت في الانتهاء. فهذه أفكار يجب عليك، أنا بالنسبة لي شخصيا حذفت هذه الأفكار من رأسي، لأن أعرف على أن البيتكوين سيعود وسيصل إلى 100,000 دولار. المشكل هنا هو فقط في الوقت، الوقت هو الذي يعني سيحدد متى سوف يصل البيتكوين إلى هذا المستوى، متى سوف نشاهد البيتكوين في مستوى 100,000 دولار. لن أطول عليكم في هذه المقدمة، هذه سندخل إلى الشرح بالتفصيل يعني، وكذلك وضع لكم التحليل، وكذلك سنقوم بالتحدث بشكل مفصل على البيتكوين، وكذلك آراء المحللين. سنشاهد كل هذا وأكثر في هذا الفيديو، ابقوا معنا. عودة لكم مرة أخرى في قناة سمو برو، ومعكم خليل سمو. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن البيتكوين وما سوف يحدث للبيتكوين في الأيام القادمة. حسب رأيي أنا الشخصي، على أن ما رأيته في السابق يعني خصوصا بمؤشر إيشيموكو، وكذلك بعض الأدوات التي أشتغل بها، أعطتني مؤشر على أنه سيكون هناك في تغير قوي للسعر في هذه المرحلة. كان هناك تغير بالطبع، لكن رأيت على أن هناك بدأت شمعة انعكاسية، شمعة قوية جدا، أعادت السعر مرة أخرى إلى المستويات الأدنى. بتحليلي وكذلك برأي من أحد الخبراء كذلك في مجال التحليل الفني، كان عندنا وسمعنا على أن السعر سيصل إلى 16,000 دولار يعني خلال هذا السنة هذه. وهذا ليس فقط رأي أو رأي أحد الخبراء، بل هناك العديد من المحللين من يؤكد هذه الفكرة، أن السعر سيصل مرة أخرى إلى 16,000 دولار، يعني سيعود إلى 16,000 دولار خلال
خلال هذا السنة. حركة سلبية أخرى للبيتكوين تثير مرة أخرى العديد من الأسئلة والعديد من التخوفات، خصوصا الناس الجديدة على الكريبتو والناس اللي ما عندهاش سنوات في مجال خبرة البيتكوين ومجال خبرة الكريبتو بشكل عام. فعندما سيشاهد على هذه الحركة السلبية سيقول خلاص البيتكوين، وحتى أن هناك في أشخاص ستشاهد وفي صفحات تقول على أن البيتكوين في مرحلة الانتهاء، على أن البيتكوين خلاص انتهى. أنا لا أعتقد ذلك، والناس التي تشتغل في الكريبتو يعني منذ أعوام سيشاهدون كذلك على أن هذا الشيء غير صحيح، يعني على أن البيتكوين في نسبة كبيرة جدا أنه يرجع. لكن المشكل هنا هو في المد الوقت الذي سوف يستمر فيه التصحيح. اوكي، بالنسبة لي لو تحدثت يعني على النزول البيتكوين وصعوده فهذا شيء عادي جدا، فقط لو شاهدت معي في الأعوام الماضية كان هناك البيتكوين يعني كان هناك تحركات جد متقلبة، بحيث انه يعني فقط في 2018 لو شاهدنا في الـ يعني في التحركات الزمنية والأسعار التاريخية لعملة البيتكوين ستشاهد معي على أنه في 2018 كان هناك السعر وصل $4,000، يعني تم تداول ديالو في أقل من $5,000. اوكي، يعني هذه في الأواخر ديال 2018، بينما في البداية كان في $17,000، يعني من 17 حتى 4000، يعني كان هذه كلها تقلبات. وبالنسبة ل 2019 في البداية كان بدأ في 3681، وبعد ذلك في 2019 يعني وصل حتى 13900 تقريبا 14000، يعني 13929. اوكي، في 2020 كان هناك تغير من $3896 حتى 29000. شوف يعني القفزة اللي حصل عليها البيتكوين من 3000 حتى 29000، وبينما في 2021، نعم في 2021 كانت هناك شهر واحد، يعني فقط في شهر واحد الشهر الأول ديال 2021 كان سعر البيتكوين 28204، هذا في 2021 28204. في نفس الشهر كان وصل 41، يعني تقريبا نصف، تقريبا انا اقول فقط تقريبا، تقريبا نصف، يعني تقريبا 95% ديال التحرك ديال هذه العملة هذه، وهذا بالطبع شيء جميل جدا. بينما في 2021 نيتو غتشوف على ان العملة البيتكوين وصلت ل 68000 في البيتكوين، وبعدها رجعت مرة اخرى لان نراها في 2022، يعني من 68000 شاهدناها في 2022 حتى الان وصلت حتى السعر الحالي اللي هو سعر 17000 اوكي 17517، هذا هو السعر الحالي للبيتكوين اخر سعر اللي وصلت له في السنة هذه، واللي من المتوقع اننا نشاهد سعر اقل من هذا خلال الاشهر القادمة. ما كاينش اشارات كتأكد على ان هناك حركة ايجابية للسوق، رغم انك ستشاهد بعض القنوات وبعض الاخبار على ان تحرك البيتكوين سيكون بشكل ايجابي. فحسب توقعي على ان البيتكوين حاليا وفي هذا الوقت هذا ما غتشوفش فيه يعني شي تحرك ايجابي. كل ما المطلوب هو اننا نتبع الحركة اللي راح نشاهدها، واللي متوقع اننا سنشاهد مرة اخرى يعود السعر ل 17807، بعدها سنشاهده في 16000 في ظل يعني الاختراقات التي تتم، في ظل الاخبار الفيدرالية اللي يعني حتى مع الاخبار الوظائف اللي كانت يعني الولايات المتحدة الامريكية، الفيدراليين اتجهوا نحو زيادة الاسعار، فهذا كان كذلك من الاشياء السلبية اللي تأثرت على البيتكوين. فحتى مع التذبذب اللي راح نشاهده يعني في البيتكوين في الموفينج افريج مثلا، يعطينا على انه هنا سترونج سيل، يعني على انه هناك حركة بيع قوية جدا. بالنسبة للسومري يعطيك هنا على انه كذلك حركة بيع، وبالنسبة للأوسيلاتور يعطيك هنا كذلك على انه حركة متوازية. لكن لو شاهدنا في الموفينج افريج يعطينا على انه هناك سترونج سيل، اي عملية بيع قوية تتم على عملة البيتكوين.
البيتكوين، وهذا هو الأغلب اللي يتم في الوقت الحالي. كذلك لو شاهدنا بعض الأشخاص اللي أنا متتبعهم يعني بخصوص البيتكوين وبخصوص تحاليلهم، يعني هنا شخص يقول على أنه يعني المحلل يقول على أن في عملية يعني طلب في هذه المنطقة هذه، واللي أعتقد أنه سيخترقها في 19/12 بعد ذلك. يعني هذا الشخص أنا أعتبره يعني فقط للتحليل يعني قصير المدى أو المضاربة، ف شخص أعتمده في بعض التحاليل من أجل كذلك موازاته بيني وبين تحاليله. طبعا بالنسبة لشخص آخر واللي يتحدث كذلك على عملة البيتكوين وحركة البيتكوين حالية، اللي صراحة حركة أعتبره أنا شخصيا غريبة في ظل الظروف الحالية للسوق. على العموم نحن بانتظار يعني التحرك الإيجابي. كذلك هنا على ما رأيت هذا المحلل اللي أكد لنا على أن هناك السعر سوف يصل إلى 3000 دولار، 3700 دولار لو وصل البيتكوين إلى هذه المرحلة. ممكن أننا نشاهد يعني الناس تفقد الثقة بشكل أكبر على البيتكوين، وهذا ما يريده الحيتان، هذا ما يريده الحيتان. فبعد ذلك ستشاهد، يعني أنا أترقب على أن القمة اللي وصلت لها البيتكوين في السنوات الماضية، واللي كان أعلى قمة اللي كانت هي 69 68 68 أوكي 68 تقريبا 69 ألف. فمن المتوقع أننا نشاهد البيتكوين يفوق هذه، ممكن نشاهده في 100 ألف دولار. والعديد من المحللين طبعا من قالوا على أن البيتكوين سيصل إلى 100 ألف دولار. أوكي، هناك كذلك عملات أخرى مرتبطة بشكل كبير جدا مع تحركات البيتكوين، خصوصا أننا نعلم أن السوق كله مرتبط بتحرك البيتكوين. يعني 95 إلى 97% من العملات الأخرى كلها ترتبط بتحرك السوق. يعني لو كان البيتكوين يعني يعرف صعود قوي جدا، سنشاهد كذلك على أن السوق كله يتحرك بشكل إيجابي، والعكس صحيح طبعا. هناك ذلك شخص يعني على حسب تحليله اوكي اللي تحدثنا عنه، سنذهب الى شخص اخر ونشاهد كذلك التحليل الخاص به على حسب ما نراه نحن او ما يراه هذا الشخص هذا، واللي اكد على انه كذلك في عملية نزول، واللي اكد على ان السعر سيعود مرة اخرى الى 17554. اوكي، انا حسب رأيي وحسب ما نظرت إليه يعني على البيتكوين، أتوقع أننا سنشاهده في مستوى 16 ألف. وقد تشاهد يعني الناس تعطي بعض النظرة الإيجابية حول البيتكوين في الأيام القادمة، لكن لا أخي، لا تذهب يعني لا تمشي يعني في واحد يعني الهفوة اللي يمكن أن تأتي على رأس مالك. فيا أخي، الوقت الحالي لا يوجد أي مؤشر حتى الآن يؤكد لك على أن البيتكوين سيكون هناك سيعكس وسيعرف يعني ارتفاع قوي، لكن على ما أعتقد حتى الآن أن السعر سيعود مرة أخرى إلى 17581. بعد ذلك قد تكون هناك يعني عملية تصحيح وعملية عودة مرة أخرى إلى مستويات، يعني ممكن أن نشاهده مرة أخرى في 20 ألف، بعدها سنشاهد نزول إلى 16 ألف. أنا أعتقد على أن 16 ألف سيعود إليها لا محال، يعني في ظل هذا الأسعار اللي شفتها حاليا، وفي ظل تحركات البيتكوين سواء في الأشهر الماضية وكذلك حتى المؤشرات التي أشتغل بها، لا يوجد أي مؤشر يؤكد لك على أنه سيكون هناك ارتفاع مرة أخرى وسيعود السعر مرة أخرى إلى المستويات. يعني أنا أتحدث في الوقت الحالي، يعني في هذا الشهر وكذلك في الشهر القادم، قد لا نرى هناك تحركات إيجابية قوية، وقد لا نرى تحركات إيجابية قوية. قد تجد هناك المحللين وكذلك الناس اللي تهتم بالمجال بشكل أكبر تعطي نظرة إيجابية للبيتكوين والعملات الرقمية، هذا بسبب ممكن أن نقول على بسبب النفسي الخاصة بهم، لكن بشكل
تحليل بشكل تحليل فني وبشكل يعني لو اشتغلت يعني ليس لا تشتغل بالعاطفة طبعا، فلو اشتغلت يعني بالشكل التحليل الفني ستشاهد على أن السعر يؤكد لك على أنه سيعود مرة أخرى إلى 16 ألف، وهذا لا محال من ذلك. فعلى العموم إخواني، البيتكوين حاليا في هذا المستوى هذا سنشاهده لا محال، لكن قد نشاهد عملات أخرى سنقوم بالتحدث عليها، هي فرصة مناسبة بالنسبة لك للاستثمار، مناسبة لك بالنسبة لعودة البيتكوين. لو عاد البيتكوين إلى مستويات أعلى سنشاهد هذه العملات الأخرى، يعني ستعرف يعني طفرة. سنقوم بالحديث عنها إن شاء الله يوم غد. هناك تقريبا 5 عملات سنقوم بالحديث عنها غدا، سنقوم بطرحها لكم في قناتنا قناة سمو بول. لهذا تابع قناتنا وتابع حلقاتنا من خلال اشتراكك بالقناة، والسلام عليكم.